حالك؟ يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، شربت ماي وكل شيء تمام؟ أمور طيبة طيبة، أمور طيبة يا حبيبي. نرجع إلى محور الحديث مرة ثانية. كنا وقفنا عند محطة الألبوم ومشاركاتك الخارجية. الألبوم اللي أنتجته يعني توه الحين، كلمني بشكل سريع عن الألبوم هذا. الألبوم مثل ما قلت لك هو حلم، وكان الأول بالتاريخ الوطن العربي. شاركوا معاي أساتذة، الأستاذ الكبير مشعل عروي، وجه له تحية، وسليمان، وجه له تحية دائما وسلام. داعم للشباب أبو سليمان. اشتغلت مع الفنانة مبدعة جدا 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 جداً، واللي أوجه لها تحية، وزوجها المحترم الموسيقي المثقف مراد فدوى المالكي. الله، سوينا، اي والله، صوت صوت جميل. جميل جدا. سوينا اغنيه مع بعض اسمها فارقتكم، الحاني، وغنيت فيها انا شوي، وكلمات الدكتور حسان الشيناوي، توزيع اسطنبول سترينجز، اعظم واكبر فرقه في تركيا كمنجاتية، مثقفين ومحترفين، يعني غنيين عن التعريف. ويعني في التراكات ميكس ما بين موزعين معينين، ونجيب جولسون وحسين كمانسي وميرت كمانسي. سوينا خلطة حلوة، خلطة جميلة. إن شاء الله هذه الانطلاقة، وبعد الألبوم إن شاء الله راح تكون في سكة مختلفة تماما 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 إن شاء الله، بحول الله وقوته. طيب عبد اللطيف، اللي يبي يسمع الالبوم وين يحصله؟ حاليا احنا، لان تدرون الالبومات خلاص اتس نوت بروفيتبل اني مور، يعني مو ما ما تربح مثل قبل، يعني قبل سيديات وتبيع، وهذا اليوم صار خلاص بالسوشيال ميديا. حتى لو تحط سبوتيفاي وانغامي وابل ميوزك وجوجل ميوزك، ناس تقدر تسوي له داونلود الليجلي، يعني بشكل غير قانوني، او تسمع ما راح يدخل لك شيء ذاك الدخل اللي انت تبيه، او يغطي لك حتى الكفر يعني، او الكوست مال الالبوم. فانا قررت ان احطه في اليوتيوب، ونبلش على قناتي باليوتيوب، لان انا كنت مهمل القناه في اليوتيوب. من هالالبوم هذا بلشنا، راح ناخذ اليوتيوب كمنصه رسميه واساسيه ان نطلق فيها اعمالنا. راح موجود في قناتي باليوتيوب، يا ريت الناس تشترك وتعطي لايكات لهذا وتسوي شير، يا ريت، اتمنى، يعني لان قناه نتمنى جديده. لك كل التوفيق إن شاء يا الله حبيبي. في هذا الألبوم، إن شاء الله فبعد تكون انطلاقة يعني. يا حبيبي، وبعد ما نزلهم باليوتيوب راح احطهم كل منصات الموسيقى مثل سبوتيفاي وانغامي وجوجل ميوزك وابل ميوزك وديزر وغيره من المنصات. طبعا أنا شخصيا سمعت الألبوم يعني كامل، ونصيحة يا جماعة، دشوا اليوتيوب كتبوا ألبوم عبد اللطيف غازي، راح تستمتعون بموسيقى راقية، موسيقى حلوة، شكل جديد يعني. طيب عبد اللطيف، عزفت مع عازفين عالميين، صح ولا مو صح؟ أول شيء بالضبط طيب، بالضبط. مع منو عزفت يعني عازف أسماء، عالمي ثقيل؟ والله أسماء أسماء أسماء، يعني إذا تبي من العرب عندك، عزف مع نصير شمة. نصير شمة غني عن التعريف، بعد نصير شمة أستاذ بالعود، وعزفت معاه في، حتى قبل ما أطلع في عربس تالنت سوينا شغل حلو. عزفت مع آي تاتش، وعزفت مع اسماعيل، وعزفت مع حسنو، وهذول اسماء يعني اساطير الفن التركي، اساطير يعني. وكل شخص عنده مدرسه، خلق له مدرسه آلته اللي قاعد الناس قاعد تمشي عليها. فاسماء والله كثيره عزفت، انا ما يحضرني الحين بعد اكثر من هالاسماء، يعذروني اذا ما ذكرت. بس في اسماء الهام مدفعي، عزفت مع ناس وايده والله، و سوينا شو وشغل جدا كبير، وهم هم يعني كانوا مقدرين للموهبة، مقدرين للفن اللي قدمه، وسوينا شغل حلو الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب، طبعا مع محمود سرور، بس ما سويت ننسى محمود سرور، محمود سرور من الشطار الناس. ايه عازف كمان طبعا. سويت عندك تجربة مع الشاعر بدر برسلي، صح؟ الله الله الله. شنو ايه شنو شنو هالتجربة هذه؟ شو السالفة؟ بعد عربس جت تالنت قررت ان اسوي شيء
جديد سنجل، نزل سنجل كنت مسوي حق الوالدة لحن. ف قاعد افكر شنو ممكن، شلون ممكن نسوي، خصوصا لان تدري ثقافة ان انت تسمع موسيقى بس بروحها شيء جديد على الوطن العربي او عند الشباب، ما هي موجودة. صحيح. مو مثل تركيا، مو مثل اليونان، مو مثل الهند، مو مثل، ف حتى مو مثل العالم الغربي. فكنت بسوي شيء قلنا نسحب الناس حبة حبة، يعني مو على طول تقط بيور ميوزك، حط ميوزك. معاها شعر. فقاعد افكر منو اسم كبير، يعني منو ابي اشتغل مع اسم وايد عود. ففكرت ماكو اكبر من اسم الاستاذ والعم والحبيب والغالي الاستاذ بدر بورسلي، اشتغل معه وطن النهار، اللي كتب وطن النهار، معظم اغلبيه اوبريتات الكويت هو كاتبها. غني غني عن التعريف طبعا الأستاذ. طبعا. فاول ما اتصلت عليه رحب بالفكره بشكل كبير وقال لي يلا تعال واكتب لي الكلمات. رحنا سجلناهم وسوينا شغل حلو، يعني حتى توزعت في تركيا وكمنجات نيو وولد سترينجز، اعتقد اسم الفرقه، مع نجيب ويلسون سوينا. فكان عمل جدا حلو وانطلاقه حلوه وكان فكره حلوه، ونشرناها في اليوتيوب، نشرناها في الاذاعات عند مارينا نجم. مارينا نجم إيه؟ لان علي نجم هو مارينا نجم. صح. بثناها عنده وما قصر الريال، شغلها عنده وقدمها بشكل جدا شكل رائع. جميل. اي نشكره طيب، طبعا. عندك تجربة في بوتان صح؟ وأنا شفتك في آخر فترة كنت حاط شيء عن ملكة بوتان في حسابك. كلمني عن هالقصة هذه، شنو قصتك أنت مع ملك بوتان؟ طب في فترة من الفترات اتصل علي واحد اسمه بدر بغيث وقال لي يا معود في سفير يبي يحاكيك. صح. قلت له منو؟ قلت له، كان يقول لي سفير بوتان. بوتان وين هذه بوتان؟ ما ندري، ما ندري وينها بالخريطة. أذكر. ايه فقلت له ماكو مشكلة، كلمنا السفير وضبطنا الموضوع ورحنا لبوتان، وكان متعاون جدا. اوجه له تحية الأخ الحبيب أبو سعود فاضل الحسن. ووصلنا بوتان شيء مختلف تمام. أساسا الدير هذه غريبة جدا، يعني مدينة تخيل، غريبة. صحيح. يعني تخيل أول شيء هي على جبال هيمالايا، حتى لما قريت عنها أخطر مطار في العالم، حتى بالحفلة قلت حق الملكة لو أدري إن أنتم أخطر مطار في العالم إن شاء الله طبيت عندكم. أهلا يعني كانت فرندلي طبعا، لدرجه ان انت توصل لاعلى قمه في العالم، قمه ايفرست، وتنزل الطياره تصير مانول، حتى تحس بالطياره تصير كذي 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 لين تنزل للمطار. شيء تجربه جدا جميله. الغريب بالموضوع ان مو اي واحد يقدر يدش في بوتان، يعني حتى لو تشوف نسبه البوبوليشن في بوتان 700 الف شخص نسمه عندهم مواطن، و30 الف وافد بس. هذا الشعب كله. هذا الشعب كله، فمو اي واحد يقدر يدش. حتى تخيل ان ما في دايركت فلايت تو بوتان، ما في، وما في اي خطوط جويه تدش الجو البوتاني غير طيرانهم هم. يعني اذا تبي تروح بوتان لازم تطب، يا الهند، يا نيبال، يا شنو دول يمهم، يمكن الصين، مدن، بعض مدن من الصين، لان هي تقع ما بين الهند والصين. فما في، يعني تاخذ من هناك كونكتد فلايت وتروح لبوتان. والعجيب بالديره طبيعه خياليه، يعني في ناس ممكن حتى تقول شلون شفتها، تحسها اكيد، يعني تسمع صوت، شفت لما تسمع الساوند تراكس هذيل ريلاكسيشن، تسمع اصوات العصافير والشلالات بالضبط كذي. البلد مهتمين فيه لدرجه بالك ما يتصورها. اللي يدخن سجاره ما انصح يروح، لانه ممنوع تدخن سجاير في الديره كلها. برا ممنوع، واي مكان يبيع سجاير يسحبون رخصته. اي زائر حاب انه يدخن يروح للفايف هوتلز، او اقصد الهوتلز الفايف ستارز، وفي اماكن معينه للتدخين بس. تخيل لاي درجه مهتمين. وشعب، يعني مع احترامي جدا، وهي ما هي عنصريه، ما بين الشعب الهندي والصيني معظمهم ما يعرف يتحكى
انجليزي او مو مثقف او مو متعلم، الدوله هذه ما مر عليه شخص ما يعرف انجليزي، مثقفين ومتعلمين كلهم. فسوينا الحفله هناك بمناسبه العيد الوطني الكويتي، وسوينا شو جدا كبير، انا ومحمد جباري والاخ الحبيب وعدنان عبد الله عدنان. عبد الله عدنان عازف الدرامز. ايوه، سوينا شو جدا كبير، وصار في كونكشن ما بيني وبين الملكه، لان الملكه والاميرات احضروا الحفله، وكان ناس من الامم المتحده ووزراء، وزراءهم وزير الاقتصاد الماليه لاخ كانوا موجودين ومشرفينا بالحفله، وصار في كونكشن قوي. فانا وعدت الملكه، قلت لها انا قاعد اشتغل على البوم، وعد مني تراك راح اسويه واسميه بوتان ومن الحاني وكذي وكذي وكذي. فخلصت الالبوم، صادف الالبوم خلص، صادف في يوم عيد ميلاد الملكة. الملكة. فعلى طول اتصلت في السفير، ما قصر، قلت له ابو سعود انا ابي التراك هذا المصلحة الملكة، ووصلوا لي اذاعات بوتان وجرائد وصحف بوتان، وانتشر بشكل خيالي. يعني انا اعتقد يمكن انا صرت بوتان اشهر من الكويت، يعرفونك هناك اكثر من هنا. فالملك نفسه، ملك بوتان وهو اعلى شخص في بوتان، كتب لي رساله وشكرني وتكلم عني في الناس تقدر تدش تشوف بالبروفايل في احد اكونتاته على السوشيال ميديا عن العمل اللي سويناه. فهذا شيء انجاز جدا كبير سويناه الحمد لله. يعني وهي بالنهايه علاقات ما بين دول حتى، يعني ان احنا ككويتيين متعاونين مع أكيد. واحنا دائما متعاونين، يعني احنا هذا ناخذه من وتعلمنا من قائد الإنسانية، يعني التعاون ما بين والعلاقات الجيدة مع الدول الأخرى. والمهم أنكم قدمتوا الكويت بشكل يعني الحمد واضح. الحمد لله. يعني هذه النقطة المهمة. طيب عبد اللطيف، أنا خلصت من محطة الألبوم ومشاركاتك الخارجية، في محطة مهمة هي مشاركاتك في هلا فبراير، شاركت مع الفنان نبيل الشعيل، شاركت مع الفنانة نوال، شاركت مع إلهام مدفعي أفتكر في هذا فبراير، أنا ذاكر يعني. كان في مركز جابر، ما كان في فبراير. مركز. طيب. يا ليت تكلمني عن هالتجربة عبد اللطيف. قبل ما ننتقل، من ضمن مشاركاتي الخارجية ترى سوينا شوز وايد كبار في خارج الكويت بعد، في بريطانيا سوينا في مدريد، سوينا في الوطن العربي هني، سوينا ففي كثير اماكن سوينا فيها الحمد لله حفلات. يعني انت يمكن تذكر ان من 2017 يمكن لغايه بدايه 2019 كان اولموست كل شهرين ثلاث اشهر عندنا حفلتين في حفله، صحيح. اي لازم، او احيانا حتى خصوصا في 2018 كانت في وايد حفلات. مشاركات في ليالي فبراير شيء كبير، يعني ليالي فبراير اكبر مهرجان بالكويت على انا يعني ما نبي نتكلم وايد بالتاريخ يعني، بس انا اعتقد على مر التاريخ الحديث الكويتي يعني هو اكبر مهرجان موسيقي من أكبر. عزفت مع ام حنين. طبعا انا كنت اكلم الاستاذ مشعل عروي، لان كنت بقول له ان انا بتعاون معاك باللحن الفلاني في اللحن الفلاني، فقال لي تعال تعال يمي، ام حنين تبي تكلمك. خذيت التليفون كان اقول لها تدرين، لحظه تدرين بقول لك شيء مهم، ترى انت يا امنا الروحيه ومرجعنا الفني. تضحك مستانسه، كان اقول لها كان تقول لي انا ابيك تعزف معاي في ليالي فبراير. هذا حد شهر 12 2017، فقلت لها اوكي تشرف ما عندي مشكله. يعني منو ما يبي يعزف مع محنين اضافه كبيره يعني. فقلت لها اوكي انا بروح وراح ارد لك بالتاريخ الفلاني قبل حفلتك بايام البروفات، لان انا كنت فتره قاعد بلندن. فرحت ورديت، فسوينا تكلمت الاستاذ مشعروي قلت له انا وصلت على الكويت، كان يقول لي يلا ننسق معك. وصلنا قعدنا بالبروفات ومزجت مزاج ما بعد مزاج. كانت بيومها حفله نوال وشيرين نفس اليوم، نوال وشيرين. اي كانت شيرين توي جايبها محمد الهاجري، من نوجه له تحيه طبعا الهاجري، مع روتانا، فجايبها من المطار. وانا قاعد اعزف
كانت تقول حق محمد الهاجري انا بكلم الولد ده. هذه شيرين قاعد تقول حق ايه محمد. ايه ايه بكلم الشخص الشاب هذا. شخص هذا. فقالت لي، قال لي محمد الهاجري، قال لي عبد اللطيف شيرين هذه قدامك تبي تحكي. كان تقول لي انا سمعتك بالبرنامج وانا تشرفت ان انت عزفت لحني واغنيتي، وانت احساسك راجل، احساسك عظيم جدا. والصوره موجوده في انستغرام، انا مسوي لها بوست. وقالت لي نبي نعزف مع بعض. قلت لها انا ما عندي مشكله يلا نعزف. وعزفنا، عزفت مني ليالي فبراير كان اطير السويد، عزفت مع شيرين على طول. فبليالي فبراير على طول قدمتني من نوال تقديم، لا من نوال سامحوني يا جماعه، ام حنين. ام حنين قدمتني تقديم راقي جدا، يعني اخجلتني. وسوينا شغل جدا كبير وعجيب ورهيب وشعور جدا كبير. بعدها سافرت على طول السويد في ملمو، من اكبر مسارح السويد في ملمو ارينا اسم المسرح. فكان في يعني تقريبا المسرح يشيل 10,000 شخص، 6,000 7,000 شخص على ما اعتقد. فالمسرح كان كبير، وعزفنا مع شيرين وسوينا شو حلو. رديت هني سويت حفله مع فنان شاب كذلك. يعني انا كان هدفي بذيك الفتره ان نسوي مع فنانين كبار ونسوي مع فنانين شباب عشان تضرب جميع فئات المجتمع، يعني جميع الفئات. صحيح. اي جميع الفئات، المراهق، الكبير بالعمر، اللي ما فوق ال 30 40 يعني، فتوصل للكل. فسوينا شو بعدها، عزفنا مع نبيل شعيل في ليالي فبراير. طبعا إيه قبل هالسنه هذه اللي عزفت مع ام حنين، عزفت مع الهام مدفعي، سوينا شو جدا كبير. كانت كان ملحن هو شيء حق المرحوم رحمه الله عليه عبد الحسين عبد الرضا، كان يعني كنت ما كان متوفي توه، صار له 3 4 اشهر. سوى له اغنيه حقه يرثي، فقال لي ابيك تعزف معي. فرحنا سوينا شيء حلو، يعني سوينا شو جدا كبير. وتدري كنت حريص ان اعزف معه لان هم جمهوره مختلف، يعني فضروري ان توصل لهذا الجمهور كذلك. فخلصنا وسوينا مهرجان عدسه، وزاره الشباب هم سوينا مشاركه هذه كبيره. يعني المشاركات هذه وايد سويناها، يعني حفلات جانبيه وايد سوينا. السنه اللي بعدها سوينا مع نبيل شعيل، ابو شعيل، سوينا حفله جدا كبيره، هم كلموه الشباب قال لهم بالعكس خليه يعزف معاي، وانا ابي يعزف معاي وولدنا. ما انسى له الكلمه هذه ابو شعيل. يعني اي اكيد، وهذا هذا يعني دوره في دعم حتى العازفين الكويتيين بارز. يعني فقاعد يقول له ولدنا، حتى بعد ما خلصنا البروفات، يقول حق استاذ سالم هندي ابو فواز، نوجه له تحيه، حبيب ابو فواز، ابو فواز يعني ورده، يعني انسان مثل انسان. انا يعني كاداري كمدير انا يعني ما شفت صراحه، على فواز نوجه له تحيه اكيد. اي فقلت له ابو فواز انا بسوي لك اهداء بالحفله، وسويت له اهداء بالحفله، يقول لي مشكور على الاهداء. شيء وايد حلو، تجربه حلوه. اي يعني فنبيل ابو شعيل قاعد يقول نبيك تدعمه، يعني تدعمه بسي دي، تدعمه. والشباب ترى ما قصروا، يعني بروتان اكيد دعموني بلايل فبراير، دعموني بكل مكان، يعني حتى بقنواتهم باخبارهم. هذا شيء كبير، يعني في ناس يمكن 9 سنوات وسنوات ما صرت توصل لروتان، يعني وانا الحمد لله ان يعني الشباب ما قصروا معي. وانت هم قدمت شيء يعني شيء يذكر، يعني يعني في عازفين يون يعني بيقدم شيء وخلاص توكل على الله، يعني ما حد قبل اسبوعين ثلاثه ما حد، لكن اللي قدمته انت الحمد لله، يعني شيء هي بصمه بالاخير. الحمد لله. طيب عبد اللطيف، ابي اسالك في منطقه شوي قد تكون حساسه بعض الشيء، اي بس كيفك انت، يعني تبي تسولف عنها باريحيه كيفك. اي لا خذ راحتك. جمعيه المكفوفين دورها يعني دورها الاجتماعي، هل مرضي؟ هل دعموك؟ هل يعني كلمني عن جمعية المكفوفين بشكل سريع. لا هذا مو شكل سريع، بس
مو زي كيفك انا تبي تتكلم انا ما تبي. شوف هذا الموضوع بالذات، هذا الموضوع بالذات اكون معك صريح، انا بالنسبه لي ماني محتاج الجمعيه باي شيء كان. انا اليوم لما اتكلم ترى على فكره انا نهائيا بعيد عن البيئه وبيئتهم، وما عندي حتى ربع مكفوفين، يعني ربع مكفوفين ما عندي، ما اتواصل معي احد نهائيا. يعني جمعيه المكفوفين انا بتكلم عشان المساكين، يعني اللي مو قادر يطلع يتكلم ويعبر عن نفسه. اولا اشخاص ماسكين اداره 15 سنه، غلط غلط. انت بتتكلم عن عمل مؤسسي، انت بتتكلم عن تجديد الدماء، انت بتتكلم عن امور كثيره، غلط. يعني مو هذا لازم يكون في تجديد دماء؟ فانا اطبق هذا الشيء على الجمعيه هذه، لابد انه يكون في تجديد دماء. الناس ماسكين الجمعيه 15 سنه ما عملوا شيء، بقول كلام خطير ترى، انا اتمنى وزاره الشؤون كيفك انا يعني اي انا مسؤول عن الكلام هذا، اسال عن كلامك. طبعا لابد ان هي تروح تشوف جمعيه المكفوفين والخنبقه اللي قاعد تصير. وانا لا يسالوني لان انا عضويه ما عندي، عضويه ما اتشرف ان اكون عندي تحت الاداره هذه. مأجرين المسبح، مأجرين الصاله الرياضيه، حديد ما حديد، مأجرين ما ادري شنو، وين قاعدين؟ شنو هذا ملك ابوكم انت وشنو؟ يعني انا مستغرب. وبالاضافه ترى في ناس في مكفوفين راحوا اشتكوا عند وزاره الشؤون، لكن لان هذيلا عندهم علاقات السلطه وقعدهم اماكنهم. على اي اساس انت تأجر المسبح؟ شلون انت توصل لهالجرأه هذه؟ اول شيء اعمال خل عنك، هذا طبعا موضوع عظيم وكبير. يعني انا بوجهه نظري انصح وزاره الشؤون انه يبعينوا من عندكم ناس وبدلوهم كل سنتين 4 سنين، خلوا ناس تشتغل. يعني مقارنه بجمعيه المكفوفين بقطر، بالسعوديه، بعمان، معود حتى بالعراق، يعني مع انه هم مو استنقاصا لكن اوضاعهم وظروفهم، بلد حرب والحاله الاقتصاديه مو جيده، مع ذلك افضل من جمعيه. ما قاعد توجه الناس، يعني حتى توعيه المجتمع اليوم، انا ابي اوعي المجتمع. شلون اوعي المجتمع؟ لازم تكون عندي جمعيه مثل هذه عشان انا انشر رساله ان اوعي المجتمع، يعني اوعي الاسر اللي عندها ناس مكفوفين. يعني انا اليوم ما وصلت لهذا المستوى، ما وصلت لها، انا يعني قاعد اكلمك ما في شيء طبيعي، اركض واروح العب والعب كره، ويمكن العب كره احسن من وايد ناس تشوف، هذا واقع ترى. يعني انا صورت اعلان للبرلمبكس جيمز مع شانل 4 في بريطانيا في 2016، كره القدم اسمها بلايند فوتبول، اني لهذا الموضوع. ف انا ما وصلت لهذا الموضوع لان اسرتي عمر بحياتي ما حسيت ان انا عندي شيء فاقده بحياتي. كانوا داعميني، كانوا، لان دور الاسره مهم. في ناس لا، في ناس لا تحتاج توعيه. يعني في ناس ما لا ما اخلي ولدي يطلع، ما اخلي شنو، لا يدعم مكان، يدعم شيء خير يا طير. طال عمرك هالخشم هذا صار عوي من كثر ما دشيت شباك. لازم لازم، يعني اذا انت ما تتعب على لازم نفسك، تخليه يتعايش. للاسف ما يكلمون، يعني ما في دور لهم عند الميديا. يعني تشوف مسلسلات، الله يسامحه داوود حسين، يعني حبيب واستاذ كبير، لكن مسوي لي مسلسل دور العمي كذي، لازم ليش طول 30 حلقه كذي؟ يعني راح تعب يعني، ولا يسوي لك مسلسل ثاني راس كذي يفتر؟ ليش؟ غلط. ليش ما تعطي نموذج صحيح عن المكفوف؟ لان شوف في ناس تجهل في هذا الموضوع، في مكفوفين عندهم اعاقه مزدوجه، في يعني تلقى بعقله في شيء، في ذهني، في صحيح. مو متدرب، مو مهتمين فيها هلا، فتلقى في حركاته مو طبيعيه، يعني عيونه مو طبيعيه، اموره مو طبيعيه، حركاته مو طبيعيه، البادي لانجوج ماله مو طبيعي، حركات راسه طبيعي. بس في ناس عباقره، في ناس وصلوا لمرحله متقدمه، في ناس طبيعيين جدا. يعني انا لو امشي بدون عصايه في بريطانيا ما والله ما يدرون ان انا كفيف، اقسم بالله. وايد صارت معاي، ما يدرون، كلش ما يدرون، حتى يقول اوه سوري سوري اي didnt realize. ليش؟ انا طبيعي جدا، وانا مؤمن ان انا طبيعي جدا، وافضل من وايد ناس يعني. فليش ما تعطي النموذج هذا في الاعلام، توعي الناس بالطريقه الصحيحه؟
ليش تبي تخلي الناس تقول والله مسكين ومسكين؟ للاسف جمعيه المكفوفين هذا دورها ما مفروض توعي الناس. شنو سوت جمعيه المكفوفين؟ جابت بنيه صغيره ما تشوف، جابوها وقعدوها وقالوا لها بابا حبيبتي قولي انا محتاجه اقرا مصحف، انا محتاجه اقرا مصحف بريل، ورفيجتي تقرا وانا ما اقرا، وتبتشبتش وموسيقى حزينه. طيح الله يحفظكم. شنو هذا؟ شنو هذا؟ عشان تخلون الناس تتعاطف معاكم وتدفع لكم فلوس؟ وزين الفلوس اللي جبتوها 200,000 ما ادري 150,000 وين راحت؟ تشترون فيها مصاحف؟ لا حول الله، يعني لا شفنا مصاحف. وبعدين البريل، شوف العقليه العقليه الانسان الاول. بريل من يستخدم بريل؟ اليوم في لابتوبات، في تكنولوجي، في فويس اوفر يقرا لك كل شيء، في يوتيوب اروح اسمع القران، حتى اذا ما ابي اسمع اقدر اقراه عن طريق الفويس اوفر. شنو هالعقليه هذه؟ شنو اعلم بنتي على بريل؟ بريل اعلمها مساله خبره، بس اعلمها على ان خلت تتعلم على التكنولوجي. بس عبد اللطيف خل نوضح شنو تقصد بالبريل، في ناس ما يدرون ترى اللي هي الطابعه اللي للمكفوفين، طريقه قراءه معينه بطباعه معينه للمكفوفين. اي تكون محسوسه، تكون في نقاط معينه تحسها بيدك، شيء تكون تحسها بيدك تقراها بيدك. لكن هذه يا معود، يعني انا كشغل جامعه اقرا كتاب 400 صفحه، لو بقرا بريل باصابعي لين متى بخلص؟ والله بعد سنه ما اخلص كتاب واحد. فالموضوع كذي، الموضوع عدم وعي، التلاعب، ما في تطوير للانسان نفسه. يعني كجمعيه ليش ما تروح تطور، تسوي دورات للمكفوفين تتعلم على العصايه؟ مكفوفين ما يعرفون يمشون، مكفوف يمشي يجدم ريل ويجيب الريل الثاني. ما تلومه، ما تلوم، ما مو متعلم يا اخي، عمره مو شايف يعني. فهذا دور يعني انا هن ابي اوضح نقطه ثانيه، يعني كونه مكفوف او كونه يعني ما يشوف ترى ما ينقصه اي شيء. انا والدي رحمه الله عليه كان كفيف، كان يعني بالتكنولوجيا افضل من وايد ناس مبصرين، عنده يدش الواتساب اذكر، ويدش عنده انستغرام، كل العمليات هذه متاحه. بس هي في ناس قد يبي يستخدم القصه هذه لتعاطف البعض. يعني انا والدي ما كان ينقصه اي شيء، كان لما ادش عليه انا على طول يدري بدر من غير ما اتكلم. اي والله العظيم من غير ما اتكلم. لا. اذكر انا كان عندي صديق هم ما ادري اذا تعرفه، اسمه مهند بشاره هم كان. ايوه نعم. مهند كانوا يستغربون منه انه يعني كانوا ناس يشكون، انت تشوف انت، كان يلمس السياره يدري هذه السياره شنو. اي صح، يقول فورد، اي لا صح، شفرليت، مرسيدس، بي ام، بورش، باللمس. اي صح، من غير من غير أي اقول لك نقطه مهمه، ان احنا الناس، في ناس تشوف بطريقه معينه، يعني ياما ناس عندها عيون لكن معود عميان، جد عميان. يعني بعد اللايف بقول لك المصطلح، بس جد يعني منتهين مخ ما فيه. يعني اليوم في طرق انت تشوف بعينك، لكن في طرق ثانيه تحوضني عن هذا الموضوع. بمعنى في شيء اسمه الاكولوكيشن، بمعنى لو اسوي كذي انا اقدر احدد مدى بعد الطوفه عني. يعني انت قاعد تشوف الطوفه وراي صح؟ صحيح. وقاعد تشوف ايدي، اقدر اقول لك انه نص متر ما بين ايدي والطوفه. وين الطوفه؟ هذا عن طريق الصدى، صدى الصوت. فلذلك وفي شيء اسمه الخرائط الذهنيه، في امور يعني انا اقدر اوصف لك اليوم شلون تطلع من جامعتي وتروح المكان الفلاني وتروح المكان الفلاني، لان في خرائط ذهنيه. يعني لما اقول لك والله ابو غيث سكر عيونك اشرح لي شلون تروح من بيتكم للفرع، راح تعرف يعني. ما راح اعرف انا لو تقول لي سكر عيونك. زين، ما تعرف والله العظيم انا ما راح اعرف يعني. اي ففي ماني حاضر يعني. للاسف قصه ثانيه. الجمعيه جمعيه مش جمعيه، حكي فاضي يعني، ديوانيه هذه مو جمعيه يعني. انا اتمنى من وزاره الشؤون انها تعيد النظر فيها، وبس هذيلا يشيلون قشهم واطلع عن بيتي، وايد احسن. خل الناس طوروا الناس تتطور، يطورون هذول المكفوفين المساكين اللي اهاليهم اساسا يبيهم تطور. مثلا بعض يعني تفضل اعطيك قصه. جتني وحده قبل فتره طويله يعني تبي تقابلني، قالت لي انا ولد اخوي ما اذكر والله، ولد خالتها كنا،
كفيف. فقالت لي احنا خايفين عليه، خدام صغير هو عمره 7 سنين، خدامه معاه ما شنو. قلت لهم صدق والله العظيم تتب تموتون انتو، يعني هذا مراهق يدش مرحله المراهقه خدامه الدش على العباب، يعني شلون يعني شيء غلط. قلت له غلط، لا نخاف عليه، لا خليه، شيء بيصير، ما حد يموت قبل يوم. هذا واحد. اثنين، انا عمري 8 انا طبعا انا كنت اشوف هذه الفتره، بس بعمر 12 سنه 13 سنه كنت اسوق باقي، والله قواري قواري بالشارع. مره انا هافلك تنكر طال عمرك، وبطيت خدي هني، وبطيت خدي وجرح وخياط ولوي، والله ما استسلمت وراه. ولا الوالد قال لي لا تطلع، لا ما ادري شنو، لا لازم لازم تتعايش. احنا مبصرين وتصير لنا حوادث، يعني شوف إيه. وين المشكلة. يعني فلذلك انا احب بس انوه على شيء، ان في مكفوفين عندهم امور ثانيه مثلا ذهنيه ثانيه، فما يكون هو طبيعي يعني. ما ففي يكون مكفوفين لا، صحيح. ما في شيء كلش يعني طبيعي، يمكن احسن من ودور طبيعي. دور الجمعية هم مهم. يعني أنا برأيي إن ضروري تثقف المجتمع بهذه الامور، انه اوكي انت كفيف، يعني الله سبحانه وتعالى اكيد له أكيد حكمه بهذا الموضوع اكيد. يعني أكيد فما هو انتقاص، ما يصير الانتقاص. التعاطف يعني المفروض ما يكون في تعاطف اصلا، حالك حال اي انسان طبيعي. بالضبط. يعني انا بعض الاحيان اقرا عندك انت تعليقات، يعني واحد يعلق يقول انت كفيف وتعزف، طيب ليش ما تقرا قران؟ ايه للاسف، لان قلت لك هذه الصوره الميديا اللي ايه رسمتها، يعني ارسمت الميديا رسمت واحد بيده مصباح ويستغفر ليل، راهب راهب وبيده قران واربع. يا جماعه مو شيء، هذا شيء راقي، لكن يا جماعه العباده عباده رب العالمين اول شيء بالقلب، الدين بالقلب. هذا واحد. صحيح. اثنين، العلاقه ما بينك وبين رب العباد لابد تكون سريه. على شنو اروح اطلع؟ والله انا مثل طلع يعني الله يسامحهم بعض اللي ما يسمون شيوخ، شيوخ الشو، شيوخ الميديا، انا ما راح اذكر اسم، يجيب لك واحد عمي من مصر ولا ما من وين، وانا الحمد لله اني ما اشوف. ليش هو؟ عشان والله ما اتحاسب، ويعطيك هاتشي ولويا والله وما و... ليش؟ 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 يا جماعة العالم الغربي، صحيح. أقسم بالله أنا عندي صديقة اسمها سارة ليتر، كفيفة عندها دكتوراه بالطب. صديق ثاني اسمه فيلمو، عنده دكتوراه بالمايكروبيولوجي من جامعة كامبريدج. شنو جامعة كامبريدج؟ جامعة كامبريدج، طبعا وين واحد السلام يدش عليكم. كامبريدج؟ أكيد يعني احنا يعني اليوم لازم يعرف الشخص ان كلنا ناقصين، ما في احد كامل، لكن في مثل ما قلت لك بدايه لقائنا، ان في ناس تبين على مثلا كفيف، في يبين عليه، لكن في شخص ما يبين على النقص، يكون نقص داخلي في احد قدراته الداخليه، سواء صحيح. رياضيات، موسيقى، استيعابه لبعض الامور. في ناس مخها ليمتد يعني. أكيد فانا اعتقد نرد على موضوع الجمعيه لابد ان، يعني انا اعتقد لو هم صدق حابين ان يفيدون الناس، حابين يفيدون هالأسر هذه اللي ما تعرف تتعامل مع عيالهم، ما تعرف تتعامل مع حالات عيالهم وعيالهم عشان يطورونهم، أتمنى من إدارة الجمعية تقدم استقالتها ويلا باي باي. ليه متى تبي تقعد 15 سنة 60 سنة على الكرسي؟ عيب عليك وانت ما مقدم ولا شيء، ولا شيء. حدك مهرجان ترقص وترقص وموسيقى وماشي. أوكي حلوة الموسيقى، أنا ما عندي مشكلة، حلو ترفيهي، لكن انا ابي تطوير الانسان، تطوير، ابي يوصل مرحله متقدمه، ما يوصل يصير اهبل. يعني انا لما اشوف واحد كفيف اهبل ما استغرب، لان صح. البيئه اللي حواليه ما تساعد انه يكون انسان مكتب. يعني انا لو اقارنك برا ببريطانيا، والله العظيم كفيف يبونه يلعب رياضه عمره 7 سنين، ويعلمونه على العصايه ويمشي ورا ابوه وما ادري شنو، ما عندهم مشكله يطلع بالشارع، ما حد يقول له لا تطلع لا تيجي لا تروح. فلا بد من التطوير، اتمنى من كل قلبي. انا ما عندي والله العظيم لا هدف ولا حاجه من الجمعيه، ولا ابيهم ولا دعموني ترى، ولا صار بيني وبينهم شيء، وانا من زمان بيني وبينهم خلاف، مو خلاف شخصي، خلاف مبدئي.
يعني هذا الموضوع بما فيه، ومشكور ان انت تحملتني طول الفتره شوي هذا لا لا الزعل، لا، انا قلت، لانه انا قلت يمكن تبي تسولف يمكن ما تبي تسولف، فانت خليت راحتك، وانت بالاخير انت مسؤول عن كلامك، انا طبعا دخلني طبعا بالطوفه عبد اللطيف. لا لا طبعا انا مسؤول عن كلامك. طيب عبد اللطيف، انا هني خلصت لقائي معك، خلينا منك حبيبي كل المعلومات الان، يا ممكن دور بس العرس. اطرح نقطة أخيرة قبل ما نخلص. ايه تفضل. التعليم بالكويت للأسف، للأسف التعليم، التربية الخاصة جدا رشيش، و مو تعليم أصلا، يعني مو تعليم. أنا أعتقد يمكن لو أسوي حظيرة يمكن أعلم اللي عندي في الحظيرة أكثر من المساكين اللي في المدارس هذه، اللي موجودة لا أسس تعليمية. للأسف أنا قلت لك في بداية لما تخرجت من المتوسط بديش بالثانوي، أنا كنت أحب الرياضيات، يعني كنت حدي فلتة بالرياضيات، فقررت أني أدش علمي. يا أخي ما أبي أدبي، ليش تجبروني على الأدب؟ والعالم الغربي يدرس علمي، يعني عندي أصدقاء يدرسون فيزياء وكيمياء، وعندي صاحبي مهندس سوفت وير انجينيرنج، شوف لوين واصلين يدرسهم، ما قالوا لهم والله ما تدرس فيزكس. يعني للاسف احنا لابد نهتم في هذا الموضوع. وثانيا أكيد أكيد. من على طاري توعيه المجتمع، ليش ما نحذن حذي البحرين مثلا، تعليم الدمج، المكفوفين عندهم سنه اولى وثانيه وثالثه ابتدائي، بعدين يقول يلا يلا بابا يلا يلا مدارس دمج مع العام، روح يصير فيك ما يعيش يصير حياته طبيعي. عيش، خلي الناس، يعني ما يصير انت تعزل الناس هذيلا 12 سنه يتخرج من الثانوي وتدمجه مع النص، ما يصير يا اخي. مو هذا راح صح يشوف صح هذا ايليانت، وهذا راح يشوف هذا ايليانت، راح يشوف انسان فضائي، وهذا يشوف انسان فضائي، أكيد فلا بد صح من الدمج. يعني انت ما انت خسران شيء، والحين التكنولوجيا هي يعني موجودة طريقه واداه تعليميه للكل، والكل سواسيه فيها، أكيد، وفي فاتمنى في يكون طرق في دمج. وايد يعني. يعني بالضبط أنا بالنسبة لي، المدير الشاطر أو القيادي الشاطر بأي طريقة يوجد طريقة يعني فعالة وطريقة سهلة إن نقدر نتعايش ويا بعض بالأخير. بالضبط عموما بالضبط شرفتني يا حبيبي، حبيبي يا والناس حبيبي يا حبيبي كلها ناطرة تسمع، اي كلها حبيبي. ناطرينك اول الآن. شيء انا يمكن انفعلنا شوي باللقاء، انا اعتذر اذا اسأت لاي شخص، لكن والله مسألة ان احنا نبي نفيد الشباب، نبي نحاول نطور اللي نقدر عليه. احنا يعني اليوم احنا موجودين، لكن احنا بالنهاية ماشيين، يعني يا نترك رسالة يا نعمل الرسالة اللي احنا خلقنا لها، ولا صحيح ما له داعي نعيش. يعني أكيد انا عندي قناعه، يعني يا اكون مميز او اكون انسان وصل مرحله عاليه، ووصل مرحله عاليه، ولا ليش عايش؟ ولا ليش صح. تكون عادي انسان عادي؟ يعني لازم توصل مرحله متقدمه جدا، علميه، وفي ناس، فنيه، شوف، هي ثقافيه. العملية بالأخير إن في ناس راح يذكرهم التاريخ، وفي ناس ما حد درى عنهم. بالضبط فأنت أي واحد تبي تكون؟ تبي الناس بالضبط تذكرك، ولا تبي بالضبط تروح وترد ولا كأنك موجود يعني؟ بالضبط. ولا تشتغل أي شغل، يعني لا تشتغل بروفيشنال ولا لا تشتغل، فيا تشتغل بروفيشنال ولا لا تشتغل. ايش بتسمعنا عبد اللطيف؟ أنا بسمعك تراك، أنا مسويه تو من ألفة من صار حواري، قلت خلنا أزفها حق أبو بي فروري. أوكي عندنا الفيصل 91 يقول لي: أتمنى منك أستاذ بدر تبلغ تحياتي واحترامي لتقديري لشخص عبد اللطيف الرائع. يا حبيبي يا حبيبي يا ابو غازي، يا حبيبي يا ابو غازي واحنا هم نوجه لك تحية أستاذ فيصل. يا بس حبيبي صدق، يا أنا قصة أستاذ بدر وأستاذ عبد اللطيف هذه ما أحبها كلش، اي انا كلش أدري ترى ليه. انا كل انا مو الألقاب مثل ما دكاترة ترى فيصل، الكويت، ترى يعني أنا لاني أستاذ ولا أني، أنا إنسان اخوانكم، بسيط احنا جدا، اخوانكم. ولاني أستاذ ولا أني ولا شيء. فأنا الألقاب هذه ما أحبها يعني. لا احد يقول، لا احنا مثل دكاترة الكويت.
دكاترة الكويت يصير دكتور يحوش جنون العظمة، يعني تناديني الدكتور يا برا الكلاس. تدري ان بروفيسور في اكسفورد يونيفرستي يقول لهم لا تقولوا لي بروفيسور شنو، معظم الدكاترة في بريطانيا يقول لك تنادي باسمي نيك جون جيمس. اي صح، ما انا ما احب الالقاب هذه، ايه يعني يعني الليفل الالقاب كله هذه موجود. يمكن داخل الجامعه قد تكون، يمكن لا حتى تقدير داخل الجامعه المدرس. هم تخيل بالمحاضرات يقولون لك بروفيسور. برا اسوار الجامعه تنتهي لا الالقاب حتى هذه. بالجامعه، احنا بالجامعه الدكاتره اول ما يعرفنا عن نفسه يقول مو لازم تقولوا لي دكتور، ها نادوني باسمي عادي. حلو حلو صوت الكلارنيت يا أخي، جميل يجيسك على طول. إيه بالضبط. من تقول حرفين خلاص. أيوة راست عشان لا يقول ما نازف عربي بعدين. عشان ما يقول إيه، أنا أدري أنت متعمد تقوله. يلا نسمعك شيء مع البيانو. تفضل. لا لا ما شبعنا، ترى ما شبعنا، يا لا تقول لي حبيبي لا بتوقف، لا ما ها شبعنا، بعد تبي نبي بعد. انا ما شبعت، انت دخلتني بمود وكنا سكرت فجأة. شوف انا حتى عرفت شيء حمد بس الفنان حمد الراشد موجود، يقول لي قاعد يقول عورت قلوبنا يا يا عبد حبيبي يا اللطيف. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي اسلم لي. لا لا نبي بعد، ما شبعنا. Thank you.
الله عليك، الله 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 يا الله. حبيبي رحونا للسوق. يعني ما ابي اقرا لك الكومنتس اللي مكتوبه، يا بكيت حبيبي العالم. يا حبايبي يعني يا الكل حبايبي يقول، الكل قاعد عنده يا صوت حبايبي الكلارنيت يا اخي. انا اتوقع انت لا ضاق خلقك تقعد بالفراش وطوط، اعرف اوه ادري. 24 ساعة مزج انا يا الله يعطيك العافيه، يا حبيبي وشرفتني يا يا عبد انا اللطيف، تشرف يا بعد عمري الله يسلمك والحقيقة اللقاء كان جميل وثري وفيه معلومات، وعرفنا مو بس عبد اللطيف العازف، يا حبيبي عرفنا عبد يا اللطيف حبيبي الإنسان، اللي يا حبيبي إنسان يعني ايش أقول لك. أنت يعني أنا الكلام اللي بقوله أنت صديقي، وما يا أبي أحد حبيبي يا بعد عمرك يظن الله أن أنا قاعد أبالغ، بالعكس عبد اللطيف إنسان مثقف، عازف جميل، مبدع يعني في جميع المجالات. يا شرفتني حبيبي اليوم عبد اللطيف، يا إذا حبيبي أنا عندك الشرف شيء لي. تب تختم فيه أنا تفضل. بس أقول إن يا ريت إذا بدر منا أي شيء يسامحونا الجماعة بأي شكل من الأشكال. أنا دائما أنا أحب الناس وطاقتي هي الحب. فأنا وايد استمتعت بغيث وطلعت فيك طاقة جبارة يا مولد. أنت وين وزارة الإعلام عنك؟ المفروض لا يا جمال معود، جلال خوف. لا لا لا، الله لا يخليك، انا بسيط والله العظيم جدا والله وما العظيم عندي اي شيء مختلف. احسنت احسنت وطلعت اللي بقلبي كله. انت تشرفت وان شاء الله يا رب استمتعوا الناس واستفادوا، ويا رب ان نحاول نوعي الناس باي شكل من الاشكال، وان شاء الله يا رب الجاي راح تسمعونا وايد وايد كبير ان شاء الله. دعواتكم ان شاء الله. يا حبيبي. أول شيء أحب أشكر الجميع اللي حضر وشاركنا هاللقاء الجميل، ونتمنى نلتقي فيكم الأحد القادم بفنان مختلف، وفنان نتمنى أنه يعطينا من فنه ويعطينا من الجزء الإنساني اللي فيه. شرفتني يا عبد اللطيف، وإن شاء الله نلتقي فيك في أقرب وقت. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي السلام عليكم مع للجميع، السلامة. في أمان الله.